مدير منتجع الاسيوطي للسماح بكاميرا قناه النادي الاهلي انها نقلت لقاء الدور الاول وكلنا تابعناه وشفناه على شاشه قناه النادي الاهلي. احمد اشرف واقع، كل السلامه كل السلامه لاحمد اشرف واقع. احمد اشرف صاحب هدف اللقاء، وادي عاد من جديد الاسطى والمعلم بتاع نص الملعب اللاعب يوسف عثمان الموجود على مقاعد البدلاء، كان عائد من الاصابه دفع بيه الكابتن احمد سراج في بعض اوقات اللقاء الاخير امام الجونه، والنهارده موجود على مقاعد البدلاء واحد من اهم الاوراق للنادي الاهلي في منتصف الملعب اللاعب يوسف عثمان النهارده على مقاعد بدلاء النادي الاهلي. محمد اشرف، عمر رزق، الوافد الجديد حسام الناشئين ومدرسه الكره واكاديميه النادي الاهلي، كل السلامه لاحمد اشرف. هطمن حضراتكم على سابق احمد اشرف ان شاء الله، نسال طبيب النادي الاهلي.